راح أسعى بكل جهدي لتخفيض أسعار كارتات الهاتف النقال اللي هي يعني عام 2015 بسبب ظروف الحرب مع داعش الإرهابي وبسبب انخفاض الشديد بأسعار النفط وحاجة الخزينة للأموال انفرضت ضريبة 20% على الكارتات، فصار الكارت أبو العشرة ينباع ب 12.5 وب 13 وب 5 ب 6.5 إلى آخره. فأنا حقيقة يعني سويت دراسة وإن شاء الله راح أبذل كل جهدي يعني بدعم الأخوان في مجلس الوزراء والأخوان أيضا في مجلس النواب، أرجو أن يدعمونا بهذا الاتجاه لرفع هذه الضريبة 20% وإبقاء إرجاع أسعار الكارتات كما كانت. الحقيقة يعني هي كانت هذه وقفة مشرفة للمواطن العراقي اللي وقف في حينها مع الدولة من كانت في حالة حرب وأسعار النفط مخفضة ودفع من جيبه هذه الضريبة، مع أنه رأيي الشخصي كان يفترض أن تجبى من الشركات هذه الضريبة وليس من المواطن. إحنا الآن يجب أن نرد الجميل للمواطن مثل ما وقف مع الدولة في حينها، المفروض الآن من تحسنت صعدة أسعار النفط وانتفت الدواعي أو الأسباب اللي كان من أجلها رفعت، الآن الدولة مو بحالة حرب والأسعار جيدة النفط والمواطن مثقل بأعباء اقتصادية، المفروض إحنا نرفع عن كاهلة هذه 20% ونرجع أسعار الكارتات مثل ما كانت. قد يرد قائل على كلامي هذا يقول هذا إذا رفعنا 20% راح تنخفض إيرادات الدولة، هذا الكلام يعني أنا أعتبره حقيقة غير دقيق، لأن هذا مو إيراد مجبى من شركات الهاتف النقال ولا إحنا متاجرين تجارة وربحانين بها فلوس، هذا دا يطلع من جيب المواطن، فالمفروض يعني ما أتباهى بي على أنه هذا إيراد. بالنسبة إلي شخصيا أتشرف بأنه أتبنى هذا الموضوع، وخاصة أنه الحكومة وضعت في أول أولوياتها دعم الطبقة الفقيرة. يعني أعددت دراسة يعني علمية لهذا الطلب، وفاتحت العديد من الأخوة الوزراء وكانوا داعمين لنا في هذا الموضوع وجدا يعني متعاونين لدعم الطبقة الفقيرة، وإن شاء الله راح أطلب طرحه في أقرب جلسة لمجلس الوزراء للتصويت عليه، ومن ثم يجب أن يقر من قبل مجلس النواب أيضا في عند إقرار قانون الموازنة. يرجع الكارت، يفترض أن يرجع الكارت مثل ما كان، أبو العشرة بعشرة، أبو الخمسة بخمسة، ماكو زيادة، هو هذا سعره الحقيقي يعني يفترض يرجع.